من أجل تحقيق التطلعات التنموية وفق المسيرة الشاملة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تعمل اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على عدة مشاريع نوعية وبرامج حيوية، من خلال الإشراف على تنفيذ خططها وتوفير كامل الدعم للجهات الحكومية المختلفة لتنفيذها وفق أعلى المعايير. تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ببناء 40,000 وحدة سكنية، أولت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في اجتماعاتها الأهمية الكبرى للملف الإسكاني، إدراكاً للمكانة التي يتبوأها هذا الملف لدى المواطن، حيث عملت اللجنة التنسيقية على وضع الخطط والآليات المناسبة لزيادة وتيرة التوزيعات الإسكانية. من أبرز أوجه الدعم اللي قدمته اللجنة التنسيقية هي متابعة سير عمل المشاريع وإيجاد الحلول وبالتالي التغلب على التحديات. ولحرص سمو ولي العهد على تسريع حصول المواطن على الوحدة السكنية، أمر سموه تزامناً مع شهر رمضان الفضيل وحلول عيد الفطر المبارك في عام 2016 بتوزيع 3,000 وحدة سكنية، حيث انتهت الوزارة في الوقت المحدد من كامل التوزيعات. واستمراراً لوتيرة المرحلة الناجحة التي تمت، أمر سموه لدى زيارته إلى وزارة الإسكان في أغسطس من العام نفسه بالبدء في توزيع 3,200 وحدة سكنية إضافية. وبانتهاء وزارة الإسكان من توزيع كامل الوحدات البالغ عددها 3,100 وحدة سكنية، أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد في أبريل من عام 2017 بتوزيع 4,200 وحدة سكنية، وذلك في إطار إيلاء الملف الإسكاني الأولوية في برنامج عمل الحكومة. وللاهتمام الذي يوليه سموه حفظه الله في الملف الإسكاني، سلط سموه الضوء في الملتقى الحكومي في أكتوبر 2017 على أهمية زيادة وتيرة التوزيعات الإسكانية للمستحقين، حيث أمر سموه بتوزيع 4,800 وحدة سكنية قبل نهاية العام. وبدأت الوزارة من الأسبوع الذي يليه بتنفيذ الأمر واستدعاء أصحاب الطلبات المستحقة. أشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد جزيل الشكر على تسريع الوحدات السكنية هذه. أنا وايد مستانسة أن اليوم سحبت على الوحدة السكنية، وقعنا العقد في منطقة الرفاع، خصوصا أن احنا من أهالي الرفاع، ولله الحمد لله على الوحدة السكنية اللي كنا نتمناها في نفس المنطقة. الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى ومتابعة رئيس الوزراء وأوامر سمو ولي العهد. دعم اللجنة التنسيقية يتواصل من خلال مراجعة السياسات الإسكانية المستقبلية من أجل التطوير والتحسين والاستدامة. خطط مدروسة من اللجنة التنسيقية نراها تتحقق على أرض الواقع بشكل ملموس، ومبادرات وبرامج تنفذ بالمدة الزمنية المقررة، والطموح أكبر لتحقيق الهدف الإسكاني المنشود.